أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق الرأس من غير سبب؟ هل هو تشبه بالخوارج؟ لا بأس به حلق الرأس، لا بأس بحلقه ولا بأس بإبقائه، ويجب حلقه وتقصيره في الحج والعمرة، وما عدا ذلك فأنت مخير، إن شئت أن تحلقه وإن شئت أن تبقيه. لكن إذا اعتقد أن حلقه إنه من الدين وأنه يصير من الخوارج، إذا اعتقد أن حلقه مباح ولا بأس به فلا حرج في ذلك. أما إذا اعتقد أن حلقه من الدين وأنه واجب يصير من الخوارج. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.